بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة 2016 بروجكت 20 سنة رقم 8 كريتا كومبينيشن شارت ذا ديسبلاي زي يحيى السرير انت سينير فيكس ذا ريت ان ذا لاين شارت اون ذا برايمري اكس اند ذا مورتيج ابلكيشن اندكس ان ذا اريا سكندري. هنيجي هنا نعمل سيلكت ليهم نخش انسرت انسرت كوم نعمل سيلكت ليها كده تمام. موف ذا ريسايز ذا تشارت كوفر ذا رينج اف 6 ام 22 اف 6 ام 22 نسحبها كده اف 6 ام 22 لغاية ام 22 تمام. بعد كده make the following change the chart format chart style 1 style 1 style 1 change the chart title to title ناحية تانية get chart title تمام انتر ريديوس فونت 14 بوينت 14 تمام. موف ذا ليجند تو بوتوم اوف ذا تشارت اريا الليجند بوتوم هنا ليجند بوتوم تمام. ادي ذا اكس تايتل برايمري فيرتيكال اكس برايمري فيرتيكال اكس اختارها كده اختار زائد اكس تايتل primary vertical control v primary vertical and then edit x title to secondary index secondary vertical control c هنا تاني اختار زائد title secondary vertical نزل دبل كليك بس كنترول في لكم روتيت ذا تكست او سكند فيرتيكال اكسس تايتل داون ما شايف ازاي دي روتيت ذا تكست تايتل سكند فيرتيكال اكسس تايتل داون شايف دي موجودة فين دي شايفين دي ولا حاجة تانية rotate text down rotate text the secondary vertical axis title down ماشي change the scale of the primary vertical primary vertical axis 2% to 4.5 change the scale change the scale of the primary vertical axis vertical axis primary more option comparison
Frame your vertical axis. Change the scale of the primary vertical axis to range from 18% to almost present. Increase present. Almost. اتنين بيرسنت أربعة ونص في المية أربعة ونص زيرو اتنين تمام من اتنين لغاية 45 تمام بيرسنت إن ذا إنكريسمنت أوف نص بيرسنت الخطوة بتاعتنا نص بيرسنت اتنين اتنين ونص تلاتة ونص تمام as percent and then change the scale of the secondary vertical axis to range from 500 ل 1000 ماشي بعد كده نحط تاني ال 1000 دي من 500 500 ل 1000 ماشي increase of 50 خطوة بتاعتنا 50 تمام خطوتنا 50 added primary measure vertical gradient line to the plot area دي هنا نقفل دي نختار زائد grid line نفتح السهم بتاعها primary measure vertical عايز primary وعايز ايه add primary measure vertical get line to the plot area we measure horizontal vertical ماشي ايه تاني set the fill color of the plot area to white and the fill color of the chart area to brown نجي هنا نخش على format chart area هايز براون براون اي براون بقى ناخد براون ده خلاص ونختار ليا بلوت اريا نختار وايت ماشي تاني براون اكسنت 3 لايت 80 براون اكسنت 3 لايت 80 شارت اريا Brown accent 3 تمام ايه تاني سيب ذا ورك بوك